السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال مدرب مصر بعد التعادل أمام المنتخب الوطني الجزائري. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن أجريت اليوم مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب مصر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة. وبعد نهاية المباراة قال مدرب مصر: اليوم قدمنا مباراة رائعة وكبيرة، خاصة ونحن بعشرة لاعبين. كما أضاف: كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة أمام منتخب الجزائر، خاصة بتواجد العديد من النجوم. وختم مدرب مصر بكلامه: هذه المباراة هي مهمة للمنتخبين للوقوف على نقائص المنتخبين قبل التحديات القادمة. وأنتم مشاهدينا شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.